يشق شق. كل شوي الريوق شباب، حتى الريوق راح علينا عمي، بقى بس العصير. اصلا حتى عصير ماكو. مبروك يا وسيم لك شويده، تركتكم رحتوا على البست باي جابوا لي مشترين هذه. تركه هذا راح يبقى يضل الصبح. ابو اللبن تعال. قبل ما نروح لاوستن قررنا نساعد ابويا، فهسه ابويا يسوق هاي السياره الزينه، رايحين نجيب اثاث طبعا، فدا نساعد ابويا كليتنا. يلا دير بالكم لا توقعون وياها. هاي غرفه النوم مالتي جاهزه بكي، جاهزه حتى البطانيه موجوده. حضر حاله ما تشوفون على الحاضر، كل شيء حاضر. دير بالكم على الاثاث مالتي لا تخربوه. هو شحال اثاث تعبان حيل. شد ابو النظيف وسيم. شوف سيارات الزبل بامريكا شلون حديثه ومتطوره وسهله. شايفين هيك التكنولوجيا؟ احنا عندنا بالدول العربيه هاي امريكا. هو وينك بنيه تقبل بيك اثاث اذا مو جديد واصلي واغلى شيء واحسن عرس؟ جولد ديجرز معلم والله. البنات الحلال يرضف اي شيء، يرضف اي شيء. يا سلام، هذه وين نلقاها؟ هذه تلقاها صعبه والله. بس لا يوقع الاثاث ويروح كل شيء. اساس الستة فجر نقعد نتريق ونروح نطلع على اوستن. فوتنا الريوق، صارت بالوحده هسه وبعدنا ما رايحين الاوستن. هاي سياره العرس، الزفه بالماطور راح تكون طبعا. القاعه حتى موجوده، هاي القاعه. يا هذه هي. تتذكرون وسيم والمقالب اللي سواها بيه؟ راح اشق شق اذا مو سويت اقوى مقالب بيه انا في الاسمي عمر. مقلب السرعه اليوم، شوف ايش راح اسوي بيه بالمطار. راح احط الجوبرو اساس احنا طالعين هيك عادي، وشوف ايش راح يصير. وسيم كلش عاجبه يركب المطار انه كتجربه، وكل شيء خاف من السرعه، كل شيء خاف، حتى لما اسوق بالسياره ما راح يموت. اوكي، فكيف بالمطار اللي هو اصلا خايف منه؟ يقول لي يعني عمر شلون اخاف اوقع؟ عمر بس لا تمشي سريع وهيك. فخليني اشوف انا ايش راح اسوي بيه. شوف اذا ما خليته يعيط عياط، اذا مو خليته ينسى الدنيا، حخليه يصيح ماما جيبي لي حليب. اثاري وسيم يسوي بيها مقالب وما يدري انه هسه اجى عندي تكساس، راح اني اشبع المقالب. هذا المقلب راح يكون اقوى مقلب باذن الله. خطي يا وسيم فرحان دا يصور لكم ستوريات على الانستغرام، ما يعرف ايش راح يصير بيها هسه بعد ثواني. هلمت مالتك وين يا وسيم؟ ما انطاك اياها. هذا يضحك عليك، ما انطاك هلمت. طبعا انا سيفتي فيرست وسيم. بس ايش يصير بيها اللي يصير بيها؟ لك دبرتني من التصوير، دبرتني من التصوير. يلا شقه شق، ما وصيك. اوكي انا خايف، مره لك تتونس الونسة الزينة لازم. والله خايف في شيء. والله حلو بالمطور، والله راح تستمتع. ما عليك عمر عيونك وطلع، بس امسكني منيح، امسكني منيح. اوكي بس خايف وقع تتكسر. قاعد تتكسر، ما عندك لايف انشورنس؟ ما عندك حتى لايف انشورنس؟ ما عندي لايف انشورنس. It's gonna be lit. جاهزين؟ Let's go. اصعد اصعد من المقلوبي. شلون؟ اطلع اطلع على هذه. لك ورا ورا. مش لاي وين. خايف. نيجا بي لوكي. لوكي بي. اطلع بسرعة. شوف 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 جيب جيب جيب. اي شقة شق. شق شق.
اخي شرطي كان برو، لو صرت حس راسي حينشال برو، كريزي كثير. هاي صار كيف حاسس؟ ايش شعورك؟ ايش شعورك؟ شوف قدينا شقينا شيء لا نعرفكم على عبد الكريم اها السكيورتي مال المسجد ما شاء الله ضخم حيل وكلش قوي دائما السكيورتي بالمسجد هنا هذا عبد الكريم السكيورتي والله رهيب كلش قلبه طيب دائما اسلم عليه وتقبل الله خلصنا صلاه الجمعه وهسه الى اوستن لا للمطعم قبلها قبل اوستن لازم نعبي البطن التعبير البطن عبي 100% هسه فريش تنزل قدامك عمي تاخذوها فريش هاي الكباب همين يجي طازج هسه اقدر اقول تمام هيك للصبح ها وسيم ايش قلت لك شو رايك ايه هاي تجي مجانا اذا عندك ستودنت اي دي انا والبكي بس لحم نحط طبعا دائما لما نجي انا والبكي نغمس الكبابايه بالحمص وناكلهم هالمره الشاي مرتب حلاوه التمن الزينه والشاي الزين وصل هاي الاوزمه مال وسيم الجديده كلش حلو تصويرها فتشي شوفوا الوضوح مالتها مع انه هي ايش قد تشوفون قعدت شوفوا صباح الخير هذا شفتوه الواحد فقط 12 دولار اما المطعم اللي اكلنا فيه البارحه انا واصدقائي 66 دولار كان اللي ما يعجبك يفجك على قولة وسيم انا هاي ابد ما كانت تعجبني واقول سخيفه بس هسه لما دا اشوف تصويرها ودا اشوف الكواليتي مالتها صدق حيل عجبتني يعني الشيء ورا ما تجربه ممكن يعجبك وانت ممكن شيء ابد ما يعجبك احنا العرب بالتوقيت رهيبين المفروض بالعشرة الفجر نوصل هناك شكلنا راح نوصل بالعشرة المغرب اذا هي بال24 دقيقه هسه والطريق 3 ساعات ونص 200 مايل تقريبا نوصل ساعة 8 يعني كيف كان المقلب معلم المقلب قوي لقى اللي وقف ما يوقف وقف بكي تعال احكي لهم ايش سويت بيك لك يا مقلب ما يصير مقلب ما تمقلب بس شلون الونسه لك يا شوفك ابن المقلب سيطرنا بدين السيارات كل شيء يعني كان فتشي يا هو مو شغلة مقلب هي شغلة ونسة مو طبيعية بس ونسة على خطر يا خاصة ملابسين هلمت انا لابس هلمت ولابس الهدوم الجاهزة وكالعادة كل فترة دائما اصور اشياء وما تتصور القبرة طلع خلصان شحنها وما انتبهت الامامية اللي كانت بالخوذة حاطة حرامات كان شفتوها تصوير اخر من جهة اخرى بس ما قصر التصوير مال ذيك الحمد لله ذيك الحاطه منك على كل اللي اقول لكم اياه الجاي مليون مره احسن ولا تنسون الاشتراك بالقناه واللايك على مود وتفعيل زر الاشعارات على مود المقالب الجايه بوسيم وباصدقائي راح ابدي اسوي مقالب سلاسل مقالب لانه قمت احب المقالب فهواي شغلات تحديات راح تشوفون فلوقات مال السفر رهيبه دول جايه بالطريق راح اسافر الدول المناطق جديده شغلات وتصوير رهيب واصدقاء ويوتيوبرز رهيبين راح نلتقي بيهم فدائما كونوا مشتركين بالقناه مسوين سبسكرايب مفعلين زر الاشعارات مسوين لايك للفيديوهات على مود تشوفون الفيديوهات الجايه اللي هي راح تشق شق راح تكون فتشي خيالي باذن الله ان شاء الله تونستوا بهذا المقلب البسيط اللي هو ونسته اهم من كونه مقلب يعني اني نفسي تونست كلش كل شيء اسفل الفيديو انستغرام الفيسبوك قناتي الثانيه وقناه الالعاب اللي ايضا دنزل عليها العاب مال ببجي او قمنا نلعب عليها ببجي اللي هي اللعبه اللي انتم تموتون عليها وتحبوها ومستمرين نحو الافضل اسعد نفسك بنفسك انتم في امان الله ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده سلام